كمان محمد الشناوي، محمد الشناوي كابتننا النهارده قال كلام مهم جدا عن مباراه بكره، تعالوا نشوف قال ايه. اكيد زي ما الكوتش اتكلم الفتره اللي فاتت احنا بنحضر للمباراه، كان في محاضره امبارح زي ما الكوتش قال هيبقى في محاضره النهارده. الكوتش بيتكلم في كل حاجه، بيتكلم في كل التفاصيل اللي حضرتك بتقولها. واللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي لعيبه عندها خبرات بقى لها فتره كبيره بتلعب في افريقيا، وعارفه يعني ايه ماتشات في افريقيا، وعارفه يعني ايه فريق زي رجاء او شمال افريقيا عامه، بيبقوا عارفين ازاي يتعامل معاها من غير ما اقعد معاهم، من غير ما اتكلم معاهم، خلاص هم بقوا عندهم خبرات. والكوتش بصراحه بقى بيتكلم في كل التفاصيل، ويبقى مش لازم يعني نقعد نتكلم كتير في الموضوع، احنا اهم حاجه بس نكون في الملعب وتركيزنا في الملعب، والفتره الجايه ان شاء الله ده اللي احنا ماشيين عليه، وبكره ان شاء الله ربنا يوفقنا، واهم حاجه نرجع بالمكسب ان شاء الله. شكرا. اكيد طبعا الاختلاف ان الرجاء الفتره دي فريق قوي جدا زي ما الكوتش قال، والناس كلها شايفه الفتره اللي فاتت، وهم مغيرين اعتقد داخلين في 12 صفقه 11 صفقه حاجه زي كده. ده الاختلاف ان في لعيبه كتير مش موجوده في السنه اللي فاتت واللي قبليها. طبعا هم دلوقتي محضرين بشكل كويس كفرقه وكمجموعه، وطبعا احنا عارفين ده كويس، والفتره اللي فاتت دي احنا بنحضر نفسنا بشكل كويس مع الجهاز الفني، وطبعا في الاول وفي الاخر احنا بنحضر نفسنا بشكل كويس، واهم حاجه في الملعب والتوفيق لينا، واهم حاجه تركيزنا في الملعب بس. هل ممكن ان هذا الموسم ان الاهلي مش خوف من الرجاء بحكم ان الرجاء قام بتغيير جذري في الاداره وفي اللاعبين، خصوصا ان لقب دوري ابطال افريقيا هو اللقب الوحيد اللي يمكن الرجاء انه يلعب هذا الموسم؟ لا هو الاهلي ما بيخافش، عشان ما تقولش بس خايف من مباراه، لا احنا مش بنخاف، احنا بنعمل احترام لاي فرقه من لعيبه من شمال افريقيا من اي فرقه في افريقيا، احنا بنحضر وندي اي فرقه احترام ليها. هم كويسين الفتره اللي فاتت وعندهم 12 صفقه، عاملين صفقات كتير، واحنا برضو بنحضر، احنا اهم حاجه نحضر لاي فرقه ونديها احترام. احنا عندنا المباراه بكره وبنركز لها وبنحضر لها، يعني حتى في اي فرقه في افريقيا صغيره كبيره احنا بنديها نفس الاحترام، ده اهم حاجه. لو احنا ما اديناش للمباراه اهميتها هننزل مش مركزين، اما بالنسبه لنا ان احنا ندي لاي فرقه احترام وتركيز، عشان كده ربنا يكرمنا بكره ويوفقنا، والفرقه والنادي كله والفرقه الاهلي عارفين يعني ايه قيمه المباراه بكره، عشان كده احنا مركزين بشكل كويس. عجبني جدا كلام الشناوي، ويمكن الجزء المهم في كلام الشناوي الجزء الاخير اللي قاله احنا الاهلي ما بنخافش. بعض الصحفيين خلي بالكو ممكن يطلع يقول لك الشناوي بيقول انا مش خايف من الرجاء، ده بيترجم على المستوى الجماهيري نوع من انواع الزعل شويه، مع انه مش صح يعني ده مش صح، يعني عمليه الخوف مش لازم انا اخاف منك يعني، لكن الشناوي قالها وشرحتها. يمكن قبل ما نسمع الشناوي، النادي الاهلي بيحترم الجميع، النادي الاهلي بيحترم نادي الرجاء، النادي الاهلي ما بيخافش من انديه على المستوى الفني، ما بنخافش، وده يعني مش كلمه يعني بصراحه ما تزعلش حد. النادي الاهلي ما بيخافش، لكن النادي الاهلي بيحترم، النادي الاهلي بيسعى، النادي الاهلي بيحضر، النادي الاهلي بيذاكر، النادي الاهلي بيركز. هو ده النادي الاهلي اللي احنا يعني عارفينه، لكن ما فيش حاجه اسمها خوف. بقول لحضرتك ما فيش حاجه في يعني الفرق الكبيره اسمها خوف، في عمليه تركيز، في عملية احترام للمنافس، وكمان صدقوني الاحترام لازم يبان في الملعب قدرات النادي الأهلي وقدرات أي منافس آخر، وده من الحاجات اللي كانوا المدربين الكبار دايما بيتكلمونا عليها بدايات المباريات الكبيرة، لازم بتبين للي قدامك إمكانياتك. نادي الرجاء أكيد أكيد بيحترم النادي الأهلي بتاريخه وبطولاته، فأنت لازم مع بداية المباراة أول ربع ساعة تثبت هذه المقولة.